بسم الله الرحمن الرحيم، مرحب بكم فيديو جديد من سلسلة شرح كورس نتورك بلاس من قناة IQTech. اليوم درسنا تكملة للدرس السابق اللي تناولنا فيه مقدمة عن الأنظمة العددية. اليوم شنو النقاط اللي أريد أبدي بها؟ أريد أبدي بنقطة مهمة، إنه إحنا أي واحد راح أسأله أقول له اكتب لي مثلا رقم بالأعداد العشرية، حيعرف مثلا 535، بس راح يكتب لي 535. أقول له مثل لي 1024، يكتب لي 1024. ما عندكم مشكلة بالأنظمة العشرية. الآن شنو المشكلة مالتنا؟ مشكلتنا إنه من أجي مثلا أريد أقول لك مثل لي العدد 6، اللي هو هنا هسه بالديسيمال أو بالنظام العشري، أريدك تمثل لي بالباينري. شلون راح تمثل لي بالباينري؟ أول شيء أريد كبيسك، يعني مو للسرعة الحل، لكن كبيسك ايديا او فكرة اساسية شلون راح نعرف. اول شي لازم تعرف انه ايش كم مرتبة تحتاج. شلون راح تعرف ايش كم مرتبة تحتاج؟ تجي تجرب. مثلا عندك 2 أس 3، 2 أس 3 يساوي لك 8. من شفت انه هذا العدد اكبر من العدد اللي تريد تمثله، اذا 3 مراتب من الباينري كافية ان تمثل لك هذا العدد. فحتيجي انت شو تسوي؟ راح تيجي تسوي تقول هاي مرتبة وهاي مرتبة وهاي مرتبة. شلون راح تبدي تعرف انه هاي كل مرتبة شنو؟ يعني شلون راح تعرف انه هاي المرتبة راح تخليها 0 أو 1 حتى تمثل لك العدد المطلوب؟ راح تجي إلى هذا الجدول الموجود عندك. نشوف إحنا هذا الجدول الموجود عندنا شلون تكون. تكون عندنا 2 أس 0 يساوي 1. تعرفون أي شيء مرفوع للأس 0 يساوي 1. 2 أس 1 يساوي 2، و2 أس 2 يساوي 4. قلمت هاي الشهابيط حتى تبين عندنا واضحة. 2 أس 0 يساوي 1، 2 أس 1 يساوي 2، 2 أس 2 يساوي 4. الآن حتى نحصل على الرقم 6 لازم شنو؟ شن نفعل؟ نفعل 4 ونفعل 1. التفعيل شلون يكون؟ التفعيل انه تكتب 1، والشي اللي ما تريد تفعله تكتب يمه 0. هذا العدد راح يمثل لكم الرقم 6. وللتأكد من هذا الشيء، طبعا للتأكد من هذا الشيء راح نفتح الحاسبة ونكتب كالك حتى تفتح لنا الحاسبة. راح نحولها احنا إلى بروجرامر، نكتب إنه بالديسيمال رقم 6 ونريد نحوله بالباينري. كتبنا بالباينري شنو يمثل؟ مثل 1 1 0 مثل ما طلعنا. خلينا نكمل مثال ثاني. هذا المثال الثاني شنو راح يكون؟ نقدر ناخذ رقم أكبر. رقم أكبر مثلا أريد أمثل رقم اني مثلا 24. رقم 24 لقيت اريد امثل، يعني مثلا حتيجي بالبداية تقول 2 أس 4، لقيت يساوي 2 أس 4 يساوي عندك 16. فهذا العدد اصغر من 24، فهذا كله ما راح يفيدنا. ليش؟ لانه احنا 4 مراتب بتكفي حتى نمثل 24. اوكي، هسه ايش راح نسوي؟ راح نبدي نزيد مرتبة. حتكتب انت هنا 2 أس 5، راح يقول لك هنا تساوي 32، وهي تكون اكبر من 24، وهذا راح يكون الأس 5 هو المطلوب. اي تمثيل 24 تحتاج 5 مراتب، هاي 5 مراتب. شلون راح نعرف التفعيل؟ مثل ما عرفنا، عرفنا هذا الجدول الموجود قدامنا، 2 أس 0، 1 2 أس 1 2، 2 أس 2 4، 2 أس 8
يساوي 2 أس 3 8، عفوا 2 أس 4 16، 2 أس 5 يساوي 32. أنت إذا فعلت ال عفوا إذا فعلت المرتبة الخامسة مثل ما تعرفون هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هاي 5 مرات. إذا فعلنا 16، أوكي 16 زائد راح يصير 8. إذا فعلنا 8 راح يصير لك 16 زائد 8 راح يساوي لك 24، وهو العدد المطلوب. الباقية شو تسوي لهن؟ تصفرهن. راح تجي انت شو تقول؟ تقول هنا 1 1 0 0 0. اذا تحب تتأكد تجي نجي على الحاسبة حتى نتأكد، نكتب بالديسيمال نكتب 24 ونحوله الى الباينري، راح نشوف 1 1 0 0 مثل ما احنا شوفوا هياته موجود الرقم اللي اختاريناه. هنا جتنا الفكرة الرئيسية من التحويل. اذا انت ايش تريد تحويل؟ الا لازم تعرف المرتبة، ومثل ما موضح هنا حتى تمثل انت اي رقم. مثلا اذا تريد تمثل 8 تحتاج انت القد عدد من المراتب، اذا تحتاج تمثل 4 تحتاج القد عدد من المراتب. هي هنا الفكرة، والفكرة انه هذه الاعداد، يعني يجي واحد هسه يسألني اكيد انه يقول لي شنو انت تكذب علينا. مثلا انا عندي هنا 4 مراتب، 4 مراتب اجي مثلا هنا احط 1 وهنا 1 وهنا 0 وهنا 0، او اجي اريد امثل وانت تقول لي معقولة مثلا هنا هنحلل هذا الرقم شو يكون؟ يكون هذا 2 أس 0 المرتبة هاي تساوي 1، وهنا هاي المرتبة شو تمثل؟ 2 أس 1 وتساوي 2، وهنا تمثل 2 أس 2 وتمثل 4، وهنا 2 أس 3 وتمثل 8. احنا الأرقام المفعلة عندنا الأربعة والاثنين، يعني هنا هذا يمثل عندي 6. أقول له هذا هنا يمثل عندك 6، ولا يمكن هذا الرقم إذا كانت بس هذه الواحدات مفعلة إنه يمثلك غير رقم. يعني هذه مثل ما يقول لك فورما ما تقبل الخطأ أو ما تقبل التكرار. مثلا من يجي واحد بأول مرتبة عندك 1 وهنا 0 0، هنا هذا راح يمثل 1 للأبد. ماكو واحد مثلا في النظام العشري يقول إن هذا 1 يساوي 2، يعني ماكو هيك منطقة هنا. هم يعني من هذا يكون 1 مفعل حيكون 1. إذا كان حتكون عندك مثلا رقم مثل هذا بالباينري 3 وحدات راح يكون يساوي عندك 7 بالديسمال. هاي فكرة هم حبيت أوضحها، إنه هاي الأرقام ثابتة وما تقبل التكرار، أو مهما تغيرت صفر مثلا مرتبة صارت 0 أو 1، هاي حتعطيك تبعا للأرقام السيكونس اللي وياها. لكن هذا السيكونس مهما تكرر، إذا جاء نفس السيكونس مثل ما أعطيتكم مثال على 3 وحدات، إذا إجت 3 وحدات هو حيمثل 7. بس إذا تقول لي مثلا هنا 1 وهنا 1 وهنا 0، لا حنقول لك هنا يختلف، هنا حيكون يساوي عندك 6 مثل ما قبل قليل شرحنا. بعد أن تعلمنا الفكرة الأساسية من التحويل وشون نحول بين الباينري، يعني تعطيك رقم دسمة وتقدر تحوله للباينري، وعرفت إنه شون أنت تمثل الأعداد 2 أس 0 1 2 أس 1 2 وتمشي بهذا الجدول، والشيء اللي تريد تفعله مثلا تريد تمثل رقم 5 تحط هنا 1 وهنا 1 وهنا 0، هنا 4 زائد 1 هاي 4 زائد هذا 1 يطلع لك الرقم 5. عرفت انه انت شلون مثلت رقم 5. احنا هسه طريقة حل سريعة، يعني مثلا من يعطونا رقم نجي احنا شنو بس نكتب 1 2 4 8 16 32 64 مضاعفات. هي بتبدي اول رقم شنو عندك؟ عندك الواحد ضعف، ابدي ضعفه 1 2 2 4 4 8 8 16 32 64 128، تقدر تكمل 256 وتزيد اكثر. لكن انه احنا بالحاسبات تحتاج، لانه الاي بي ادريس الفيرجن 4 اي بي فيرجن 4 تحتاج بي لحد 128، فشوف انه اكثر شيء تركيزنا لل 128 وصلنا، ولا يعني انه لا نستطيع الاستمرار اكثر. لكن هسه عندك هنا ورا ما كتبت هذا السيكونس على سرعتك تكتب على ورقه، مثلا يقول لك اريد تمثل لي
33 عندك 33 شنو أقرب رقم لها؟ أقرب رقم لها 32. تيجي تفعل أنت هنا 1 بال32 وتحن هنا 0 0 0 32 زائد 1 راح يمثل لك 33. إذا تحب تتأكد تقدر تتأكد بالحاسبة، نكتب هنا بالدسمال نريد نمثل هنا 33، ايش راح يمثل لنا بالباينري؟ راح نشوفه راح يمثل نفس هذا الرقم اللي كتبناه 1 0 0 0 1 4 0 1. اتمنى هاي الطريقة كانت جميلة ومفيدة لكم، واتمنى هذا الدرس استفادتوا من عنده. اي ملاحظات استقبلها على الكومنتات او على البيج بالفيسبوك. اسف عن عدم الاجابة للكثير من الرسائل توصلني، قدر الإمكان أحاول أرد عليها بسرعة، اعذرونا مشغلين والوقت عندنا ضيق، أتمنى تعذرونا عن التقصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.